أهلا بيكم. على مر العصور سقطت دول كتيرة واختفت من العالم، ومش معنى أننا النهاردة في القرن 21 أن الشعوب الموجودة حاليا في جميع أنحاء العالم هتفضل موجودة بشكل دائم ومستمر ليوم القيامة. فعلى مر الأزمنة المختلفة حصلت انقسامات في بلاد كتيرة واحتلت دول أراضي دول تانية، والنتيجة هي الانقسام التدريجي للشعب الواحد، وأحيانا بيحصل انعدام القدرة على الصمود قدام التحديات المختلفة اللي بتواجه الدول، من أول تهديدات الكوارث الطبيعية للانقسامات العرقية والثقافية. في الفيديو ده هنستعرض معاكم 10 من الشعوب المحتمل اختفائها خلال 100 سنة القادمة. تابعونا. شعب الولايات المتحدة الأمريكية. الانقسامات الثقافية والاجتماعية والعرقية ما بين أفراد الشعب الأمريكي تعتبر شيء مش جديد، فالولايات المتحدة الأمريكية موجود فيها فعلا ومن أيام الحرب الأهلية بذور انقسامات ثقافية وسياسية عميقة ما بين أهل الشمال وأهل الجنوب. في سنة 2012 تقدموا مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين من الولايات الـ50 بالتماسات وعرائض للمسؤولين في الولايات لطلب الانفصال أو الاستقلال عن الدولة. وإذا ما قدرتش حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إنها تلاقي حل سريع وفعال لإنقاذ الموقف والحفاظ على وحدة ولاياتها، فمن المرجح أنه هينتهي الأمر باستقلال كل الولايات. وبيعتقد أن ولاية تكساس وولاية ألاسكا هيكونوا أول ولايتين ينفصلوا عن الدولة. الشعب العراقي. من المعروف طبعاً أن العراق بتعيش حالة حرب وصراعات من أيام هجمات 11 سبتمبر، وبعد سقوط صدام حسين وإعدامه تفككت العراق وزادت الانقسامات والصراعات، وساءت الأمور أكتر بظهور داعش، وأصبح واضح جداً أن الدولة بتنهار. العراق حالياً مقسمة لثلاث مجموعات، السنة والشيعة والأكراد، واللي مش من المحتمل إطلاقاً أنهم يتحدوا في يوم من الأيام كشعب لدولة واحدة، وبيعتقد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهتزداد الأمور سوء وهتنهار الدولة بالفعل وهتصبح عبارة عن 3 دول منفصلة. الشعب الإسباني. في سنة 2008 اتعرضت إسبانيا لأزمة اقتصادية كبيرة تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وكانت الدولة على وشك الانهيار فعلاً وما زالت لحد اليوم على حافة الانهيار. وصلت نسبة البطالة في إسبانيا في يناير 2015 ل 24%، لكن بحلول خريف 2016 اتحسنت الأوضاع إلى حد ما. إسبانيا كمان بتعاني من الانقسامات الحادة بين شعبها، فعلى سبيل المثال منطقة كاتالونيا الواقعة في شمال الشرق إسبانيا، وهي واحدة من 17 منطقة ذاتية الحكم في إسبانيا، بتخطط بالفعل للاستقلال تماماً عن البلاد، بالإضافة لوجود منطقة راعية للإرهاب في شمال البلاد بتعرف ببلاد الباسكي، واللي بتحاول كمان تحصل على الدعم الشعبي لنيل استقلالها عن الدولة. ولو ما تمتش معالجة الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا بأسرع وقت، ولو حصل بالفعل ونجحت بعض الأراضي الإسبانية في نيل استقلالها، فمن المحتمل أنه خلال سنين قليلة هيتفكك الشعب الإسباني تماماً وتنتهي المملكة الإسبانية. الشعب الكوري الشمالي. بما أن كوريا الشمالية واقعة تحت حكم السلالة الحاكمة الدكتاتورية من سنة 1940، فانهيار واختفاء الشعب الكوري الشمالي يعتبر مسألة وقت فقط لا غير. فبيقال أنه في كوريا الشمالية حصل أكتر من انقلاب عسكري متتالي، وفي كل مرة بيتم حظر تداول الأخبار في وسائل الإعلام. وفقاً لآراء الخبراء السياسيين والعسكريين، فانتهاء الحكم الدكتاتوري في كوريا الشمالية متوقع حدوثه في أي وقت من خلال حركة انقلابية ناجحة بقيادة أحد المسؤولين المهمين في الدولة. الخبر الجيد بالنسبة للشعب الكوري الشمالي هو أن بعد الإطاحة بكيم جونج وانهيار الحكم الدكتاتوري، هتتحد كوريا الجنوبية مع الشعب الكوري الشمالي، ويتم إصلاح كل الأضرار اللي تسبب فيها حكم السلالة الدكتاتورية. الشعب الهولندي.
التقلبات والتغيرات المناخية العالمية بتأثر بشكل مستمر وسلبي على الجزر الاستوائية، ولما بيتعلق الأمر بالبلاد الأوروبية بيكون من الصعب تخيل مدى الدمار اللي ممكن يحصل بمرور السنين. بالنسبة لهولندا، فمعظم الشعب الهولندي بيعيش بالقرب من السواحل والمسطحات المائية على ارتفاع متر واحد بس من سطح البحر، ولسبب ده فظاهرة الاحتباس الحراري العالمية بتمثل خطر داهم على حياة الشعب الهولندي. الهولنديين حالياً بيحاولوا مقاومة تبعات الظاهرة وارتفاع مستوى سطح البحر ببناء السدود والحواجز، لكن مع ذلك فمازال الخطر موجود لأنه متوقع حدوث فيضان في أي وقت، ومتوقع أنه يعدي حدود كل السدود المبنية، وقتها هتغرق الأراضي الهولندية تماماً تحت سطح الماء. الشعب المصري. الوضع في مصر حالياً ومن سنين غير مستقر، وما بين الصراعات والنزاعات السياسية والحالة الاقتصادية المتدهورة وانتشار الفساد والتخبط الإعلامي والصورة الغير واضحة للأمور، أصبح الشعب المصري في حيرة من أمره، ومش عارفين إذا كانوا فعلاً هيقدروا يستمروا في الحياة كشعب واحد متحد قصاد كل المشاكل والمحن اللي بتمر بيها البلاد، ولا هينتهي بيهم الأمر نهاية غير متوقعة، وده بالإضافة للفروق الطبقية الشاسعة ما بين أفراد الشعب، واللي من الممكن جداً إنها تتسبب في حدوث حالة ثورية فوضوية في أي وقت، اعتراضاً على الأحوال المادية خصوصاً، وللمطالبة بالحقوق الشعبية المشروعة اللي تكفل لأفراد الشعب جميعاً حياة آدمية كريمة. شعب بريطانيا العظمى. ممكن تكونوا استغربتوا من وجود المملكة المتحدة على قائمتنا، لكن الحقيقة أن بريطانيا العظمى هي عبارة عن اتحاد عدد من الدول المختلفة، وبعض الدول أحياناً بتحاول تحصل على استقلاليتها عن بريطانيا العظمى، زي اسكتلندا اللي قامت بحركة لنيل الاستقلال في سنة 2014 وفشلت. وفي صيف سنة 2016 قررت المملكة المتحدة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والغريب في الأمر أنه مش كل الدول التابعة لبريطانيا العظمى صوتت للانسحاب البريطاني من الاتحاد، وبيقال انه ده يعتبر اشارة واضحة على ان بعض الدول دي بتخطط بالفعل للانفصال والاستقلال عن بريطانيا العظمى والعودة مرة تانية للاتحاد الاوروبي في صورة دول مستقلة، وعلى الرغم من انها عملية معقدة الا انه محتمل حدوثها بشكل كبير، ولو ده حصل بالفعل فمرجح ان مسمى بريطانيا العظمى هيختفي من الوجود في خلال 20 سنة. الشعب السوري. العالم كله طبعا بيتابع الأخبار وعلى دراية تامة باللي بيحصل في سوريا. الحقيقة أن الوضع السياسي في سوريا يعتبر هو الأسوأ في الشرق الأوسط وفي العالم، لأنه بغض النظر عن الصراعات السياسية القائمة، فالشعب السوري بالفعل بيعاني من حالة من التفكك الغير مسبوق، غير طبعا الأحداث المأساوية اللي بتحصل كل يوم في سوريا من قتل وتهجير الشعب ولجوءهم لدول أخرى. ومن المعتقد اعتمادا على الوضع السوري الراهن واستمراره من غير أي تحسن في الأوضاع الداخلية في البلاد إنه هيتفرق الشعب السوري تماما، وده اللي حاصل دلوقتي تقريبا مع ازدياد هجرة الشعب من سوريا وسفرهم للدول الأخرى كلاجئين مضطرين لترك بلادهم للنجاة من الموت. الشعب الصيني. يعتبر الاقتصاد الصيني من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم، وبتمتلك الصين جيش من أقوى الجيوش، لكن ده لا يعني بالضرورة أن الشعب الصيني يعتبر في مأمن من احتمالية التفكك والانهيار خلال 100 سنة القادمة. فالصين بتعاني من مشكلة تلوث خطيرة لدرجة أنه بيموت حوالي 250 ألف مواطن صيني سنوياً بسبب التلوث. وفقاً لتصريحات الحكومة الصينية نفسها، فمن المحتمل نفاذ مخزون البلاد من المياه الصالحة للشرب بحلول سنة 2030، ولو ما قامتش الحكومة الصينية بمعالجة مشكلة التلوث فبحلول سنة 2050 هيسوء الوضع إلى أبعد الحدود. شكراً على المشاهدة، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.